يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السحر له تأثير بذاته أو هو عبارة عن تخيل في أعين الناس لقوله سبحانه وتعالى فسحروا أعين الناس وقوله السحر نوعان، سحر حقيقي له تأثير وسحر تخيلي، ليس كله تخيلي وليس كله حقيقي، بل هو نوعان كما ذكر أهل العلم، إلا عند المعتزلة وينكرون السحر الحقيقي ويقولون كله تخييل. نعم.